مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ تمام، شو أخبارك؟ طمنا عنك، شو الأخبار؟ سعود، الصوت عندك من عندك بعيد ولا من عندي؟ بعيد، من عندي من عندي. إيه من عندك، شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام. تمام الحمد لله. والله بتعرف شو أقول لك شي بصراحة سعود، كأنه اللايف تبعي مسجل باسم سعود بن خميس، كلهم بدهم يعني ألعب معك جولة. أنا صراحة صرت أحب وجاي أقول لك إني خلاص ما عاد أقدر أدخل. نعم؟ صرت أحب وجاي أقول لك إني ما عاد أقدر أدخل معك ثاني مرة. ليه؟ خلاص زعلان علينا يا سعود. لا، البنت تغار وأنا غار عليها بعد. مين؟ أنا منعتها تدخل مع شباب وهي منعتني أدخل مع بنات. والله الله يسعدك ويسعده ويهنيكم، بس انت يعني اخ غالي بصراحه. رايك نحب بعض وخليك تولي سعود؟ تغيرت نفسيته المساء. تلعبين معي احكام صلخ؟ اذا فيك خير فوزي. احكام صلخ؟ متاكد انت بالبيت ولا بالدوام من الحين؟ لا بالبيت. الله يستر. شيروا اللايف. شيروا اللايف. عالصدام سعود. هي أول مرة بنلعب جولة بالليل، انتبهوا. تمام، كبسوا شيروا اللايف، كلنا ايد واحدة. كبسوا شيروا اللايف. ورد 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 ورد. ليجي الدبل، انتبهوا. يا رب يا رب يا رب يجينا حدا مطفي النور. ايه ايه الدبل. يلا حيهم سعود. سعود هي اول جولة معك. ايه هي جولة واحدة. والله هي اول جولة معك. الله يستر. الانسان مطلوب في ناس تدينة تخمعها. 1500 دبل يا ربي يا ربي. 1500 دبل. شيروا اللايف. متغيرة نفسيته. قول نورشان اصبري. الدبل 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 الدبل. جوجو انتبهوا. 1500 دبل. ما يروح ما يروح. والله ما يروح الدبل. والله حرام. لا بعرف العنزي، بعرف ما عندي حدا. هلا فتحت اللايف لسه وكلهم عم يطلبوا جوله معه. انا شو اعمل؟ يلا اجيب الله مطر عادي. شحي علي. سام عادي. تعال وفر وفر سكور ورانا جوله قويه يا ربي. هذه مستوى ضعيف. اي اي عينك على سكور سعود، نحن بنحب نجحفل اصلا. Thank you. Thank you, Ali. يا رب بس هيك حدا. يا رب. شيروا اللايف. دقيقة انتبهوا. قول نورشان اصبري بعد الجولة الجاية بخربها الاتفاق بالدخول. يقول يا زينة يا جمال اسم العربي الاصلي. يا مركب الهند ابو دقلي. عم يترحموا علي سعود عندي باللايف. مو دي السماعة، مو دي هذا حق الايباد. يحفظكم. والله حب كبير لكم. والله شو انتبهوا سكوري وصل. يلا عادي عادي.
عادي والله بأسد. هلأ نحن بنسكر الملف كله. رجع حلم مشطوبة. اوكي تمام. اهل النار كنا خلق مني اني بعد منا والله ما ادري منا. والله بخير يا علي الشحج، حالك انت؟ عساك طيب يا بعد راسك. والله انا ومتابعيني هلا حاليا سمعنا هذا الصوت بعتبر حالي انا فزت بالجوله. صوتي؟ ايه يا عمري يا حسن يا والله 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 اني حبيت. وين والله انت يا سعود اخ غالي كثير 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 علي، مو بس علي وعم متابعيني، ونص اصلا نص متابعيني من عندك انت. خسرنا شيء احكام طال عمرك. الحكم تغزلين فيني. نعم تغزلين فيني. والله بحكي لك كلمة حق، احكي لك كلمة حق. يعني انا شوف انا هلا فاتحة اللايف هلا ما لي تقريبا اقل من 10 دقائق، وبصراحة ايه مستوى بطاطا. بس انبسطنا لعبنا معك، وانت سعود من الاشخاص والله المحترمين والغاليين كتير 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 على قلبي وعند كل متابعيني، يعني مو بس انا بيزعل وقت ما بلعب معك. هلا الاخت زينة متزوجة ام سنجل؟ يشطب السعود. يلي عندها ترى متزوجة، لا حد يدعمها عشان يضبط العلاقات يتزوج. القم بس سعود، لا خطأ. المهم متزوجة، وأول كلمتني قالت سعود وكان وده يعني يصير وياك يعني شريكين أحلام وكذا. على فكرة يلي بيكذب الله بيحطه بالنار. أدري بس إيه تدري اللي بيكذب الله بيحطه بالنار. يلا سامح سعود، بتمنى لك سهرة حلوة وبتمنى لك يوم حلو، وتحية لك ولمتابعينك. ان شاء الله اذا هيك تحسن المستوى شوي برجع لك. تمام اوكي. اللقاء يا قمر زمان. انتبه على حالك. باي باي. رمضان ما راح اشوفه. ليه؟ مزاج. بدي اعمل بسبوسة على اللايف. ان شاء الله يبس. بدي اعمل جيمات وبسبوسة واكلات طيبة سورية. يلا بعد يلا باي باي.